سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في أخبار الصباح، وهي ساعة إخبارية جديدة تماما نقدمها لكم من العربية. صباح الخير يا حنين. صباح الخير يا رابية. سهلا. صباح الخير مشاهدينا، حال العالم هذا الصباح، ونبدأ من العناوين. وفد حماس سيعود للقاهرة حاملا الرد على المقترح، وإسرائيل تخفض مطالبها بشأن المحتجزين 33 وليس 40. Jimmy Carter is happy now because he will go down. مهاجمة القاضي أم بايدن، استراتيجية ترامب تتجه نحو شخص آخر جيمي كارتر. أقصى اليمين في ألمانيا، شعبية لافتة بين الناخبين الشباب على تيك توك ومواقع التواصل، فماذا بعد؟ وانتشار إنفلونزا الطيور بين الأبقار، هل نحن أمام خطر جائحة جديدة؟ إذن صباح الخير مجددا مشاهدينا، نبدأ ساعتنا الإخبارية من التطورات في قطاع غزة، ولا صوت يعلو الآن فوق. على كل حال مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وفيها بعد قليل. شماعة المعطف أو مفك براغي صغير، كل ما تحتاجه لفتح خزنة الوثائق السرية لترامب. لدينا أيضا في أخبار الصباح لاستئجاره طائرة فاخرة للسفر ب$50 مليون، انتقادات لوزير الخارجية خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذهب مباشرة إذن يا حنين للولايات المتحدة. الولايات المتحدة طبعا هناك تدخل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخاصة بشراء الصمت أسبوعها الثالث، وطبعا من المتوقع أن تستمر من 6 إلى. إحنا على كل حال طبعا ساعتنا انتهت، أخبار الصباح انتهت على الأقل بهذا الشق منها. الآن إلى صباح العربية ومعنا ريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وراوية، وأنا استمع لحديثكم على الجوائح الجديدة، الله لا يجيبها. أمين. يكفي كده، يعني نلقيها من فين ولا من فين يعني. احنا خلينا بالاخبار الجميله، خلينا في الاخبار الجميله وخلينا متفائلين. شو عندنا اليوم؟ عندنا اخبار جميله كثير وموضوعات مختلفه، ولكن اليوم لدينا من مصر اصدقاء منذ 60 سنة، والسؤال هو هل تحافظ على الصداقات القديمه او انك تبني صداقات جديده، ولماذا؟ إيش رأيك يا راوية وحنين؟ والله أنا عندي نظرية في هذا الموضوع. في صداقات يعني كتير أسهل الواحد يعمل صداقات وهو صغير منه لما يكون، ولكن في صداقات تيجي بوقت معين بحياتك سواء كنت كبير أو صغير، صداقات إلى الأبد. هاي نوعية الصداقة. نديمك كما يقول. نراكم بعد قليل. يلا تفضلي. ختام أخبار الصباح هذا اليوم، بدنا نعزب على بعض أنا وحنين إلى العناوين. مصدر يتحدث عن إنجاز هدنة غزة خلال أيام إذا تم تجاوز عقبة المحتجزين، وإسرائيل تخفض مطالبها من 40 إلى 33. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أسقطت مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. الآلية الإفريقية وواشنطن تحذران من مجزرة واسعة النطاق في الفاشر. نهاية أخبار الصباح مشاهدينا، شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء، نراكم في الغد.